السود في حرب يخوضون مع إدارة السجون. هذه الحرب خاضوها لسبب واحد هو الأسيرات الفلسطينيات الموجودات واللي تم قمعهن بشدة وبعنف لأول مرة يتجرأ الاحتلال على قمعهن بهذه الطريقة. خلال الفترة الماضية تم إغلاق كافة الأقسام الموجودة وخاصة أقسام حماس الموجودة داخل السجن. تم منع وجود وإدخال حتى الطعام إلى داخل الأقسام. الأسرى في هذا الوقت يحتاجون إلى وقفة جادة من الجميع لنصرتهم ولرفع الضيم عنهم. البرد هي برد اعتاد عليه الأسرى، ولكن حالة القمع الموجودة هي التي لم يعتد عليها الأسرى. الأسرى يطالبون الجميع، جميع الفصائل، جميع المنظمات للوقوف إلى جانبهم لنصرتهم للحد من بطش الاحتلال الذي يتغول عليهم في الفترة الماضية. الرسالة الأولى رسالة الوحدة التي يئن إليها عندما ينظر الأسير من داخل الأسر لما يجري في خارج الأسر، يئن ويحزن ويضجر صراحة. أما الرسالة الثانية هي رسالة تحديدا للمقاومة الفلسطينية للعمل الدؤوب والمستمر لتحريرهم، وتحديدا في الفترة الحالية بزمن يعني كثير صار ضغوط، كثير إدارة بتسكر إغلاقات خلال من بعد نفق الحرية. هناك إجراءات قمعية كبيرة جدا يعني لم يشهدها الأسر خلال الفترات الماضية.